السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد عن السيارة إنسيجنيا جراند سبورت موديل 2020 اللي أعلن المنصور للسيارات وكيل علامة أوبل الألمانية في أفريقيا وشرق الأوسط عن أسعار الموديل 2020 للسيارة أوبل إنسيجنيا جراند سبورت سيدان متوسطة الحجم عائلية في السوق المحلي. السيارة الجديدة ستتاح للعملاء بثلاث فئات من التجهيزات بأسعار تبدأ من 480 ألف جنيه للفئة القياسية و520 ألف جنيه للفئة الثانية و600 ألف جنيه للفئة الثالثة الأعلى تجهيزا. العربية بتعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي بقوة 165 حصان وسرعة قصوى بتوصل ل 218 كيلومتر في الساعة. المحرك ده بيرتبط بنقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات ويمكن للسيارة التسارع من الثبات لحد 100 كيلومتر في 9.2 ثانية. متوسط استهلاكها للوقود 6 لتر لكل 100 كيلومتر. يبلغ طول السيارة الكلي 4 متر 89 سنتي، عرضها متر 86 سنتي، ارتفاعها متر 45 سنتي، فيما اتساع حيز الشنطة الخلفية 490 لتر، اطارتها 18 بوصة. العربية دي بتقدم بعدد من وسائل الامان ومساعدة السائق ابرزها فرامل ABS وفرامل EBD والوسائد الهوائية واحزمة امان خلفية ومثبت سرعة وبرنامج الـ ESP للتوازن الالكتروني ومصابيح ضباب امامية وخلفية. كما يتوفر في أوبل إنسيجنيا جراند سبورت زر تشغيل وايقاف المحرك وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات وامكانية طي المرايات الجانبية كهربيا، بالاضافة لمساحات بحساسات للامطار وحساسات ركن وكاميرا خلفية وتكييف هواء اوتوماتيك، والكلام ده بيتوفر في الفئة التانية. بتمتاز الفئة كاملة التجهيز من السيارة عن الفئتين الأولى والثانية بفتحة سقف كهرباء ومصابيح ليد أمامية وإضاءة زينون والتكييف أوتوماتيك ثنائي النطاق. جنوطها 18 بوصة فوانيس ضباب أمامية وخلفية وفيها خاصية طي المرايات الجانبية كهربيا ونظام ذكي لركن السيارة ونظام زر تشغيل وإيقاف المحرك ومثبت سرعة. وبتمتاز السيارة الجديدة بباقة من التجهيزات المتطورة بشكل اختياري، منها مقاعد صحية مطورة داخل مراكز طبية متخصصة علشان تناسب مرضى العمود الفقري وخاصية التدفئة والتدليك وتعديل مستوى المقعد كهربيا وتجهيزات كتير جلدية فاخرة. كان وكيل أوبل أعلن عن إنسيجنيا جراند سبورت لأول مرة في السوق المصري في الربع الأول من سنة 2018، وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب أن إتاحة الشركة الألمانية للسيارة دي محليا يعد دليل على نجاحها في مصر. في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت معلومة مفيدة. أشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.